بعض الناس ما دفعوا القطة لين دحين. حنا دفعنا لك القطة زي كل شهر، كيف يعني ما كفت؟ لأن القطة الشهر ذا ما اكتملت. يا شباب اصبروا علي كم يوم إن شاء الله وأدبر القطة. أبشركم يا عيال، جتني طلبية وتحديد السعر فيها 70 ريال. يعني العشاء لك الليلة. أبد أبشر. أنا بروح الحين ألحق على العميل عشان ما أتأخر عليه، كلها ساعة وجاي. خلاص أبشر. ترى ما إحنا متعشين ها؟ ننتظرك. كويس جاء عشا بلوشي. وش تبي أنت؟ شاورما؟ مع المايونيز. معليش يا إخوان ترى اللوكيشن حطني هنا، لو إني داري كان ديوارت وقفت هنا عشان ما تتعبون. لا لا عادي أصلاً بيتنا له بابين، من هنا ولا من هنا كله واحد. يا هلا ومرحبا فيكم والله. هلا والله فيك. تسمعوا شيء؟ شغل أي شيء عادي. يا شباب وصلنا الموقع، وين اخوياكم كاشتين؟ شف انفتحت فمك بكلمه مفجر راسك. ها بعطيكم كل شيء بس تكفون خلوني اعيش. بسرعه خلص جيب الاغراض. قايل لكم بعطيكم كل شيء بس تكفون خلوني. بسرعه جوال. ان شاء الله ان شاء الله. هات الرقم السري كم؟ 2255. قايل لك اطلق جيب الاكلاود بسرعه. اي كابيتال من 1 ل 6. تكذب علينا انت. عطني اياه. اعطيتك اخر فرصه والحين برميك. والله اعطيتكم اياه صح، يمكن دخلته غلط. جرب مره ثانيه. طيب فتح الان. افتح الباب ونزل رجولك بس بسرعه. اسمع كلامي. شو ايش؟ نزل راسك. اسمع انزل بعد زود. انزل بعد زود. انزل. تأخر ما جاء بالعشاء. جئنا يا أخي. غريبة مع أنه قلبي يوصل مشوار ويرجع. يا عيال أنا متجوع وعشاكم علي. كيف؟ سلامات سلامات. وش فيك وش فيك؟ ذبح احد انت؟ ما ذبحت احد، هم طقوني وخذوا اغراضي وسرقوني، سرقوا سيارتي. تكفى ساعدني. لا حول الله. وش هالبلوى؟ الو الشرطه، عندي بلاغ لو سمحت. عندي رجال بين الحياه والموت، تكفى ارسل لي دوريه وسياره اسعاف. وبعدها رموني برا السيارة ونحاشة وخلوني بين الحياة والموت. طيب وش أخذوا منك؟ أخذوا مني بطاقة الصرافة والإثباتات والفلوس اللي بالدرج والجوالات والسيارة. لا يكون أعطيتهم معلومات الآي كلاود الخاصة فيك.
والله عطيتهم بس ما أدري إذا كانوا عمداهم يحفظونه ولا لا. طيب كيف كانت أشكالهم؟ بشرتهم كانت سمراء واللي قدام لابس أسود وكني شفت اللي قدام لابس سوارة بلاستيك سوداء. على كل حال الحمد لله على سلامتك، ما تشوف شر إن شاء الله. الآن المستشفى بيسوي لك أوراق خروج وتوكل على الله، وأنا تابع الموضوع بنتصل فيك أول بأول بإذن الله. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك، قدامك العافية إن شاء الله. سجلت كل شيء؟ يلا. قريب ياسر يطلب مني 1000 ريال ما قد صارت. هذه رسالة من صديق ياسر عامر. يا ورع ما لقيت تطلب فلوس إلا مني. يلا لا تتصل. يلا شكلنا طحنا في واحد طفران، دوروا واحد غيره. لا تخاف يا أبو عمر، بنصيد واحد غيره. بعدين اسمعوا، لا تسوون أي شيء إلا بأمر مني، مفهوم؟ ابشر. يا خردة، لو تلعب معاه 100 جيم برضو ما حتفوز علي. العبرة في النهاية. العبرة في النهاية. ألعب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سلامات ياسر، إيش فيك؟ إيش حصل لك ياسر؟ كويس إني باقي حي. يا أبوي قول لنا إيش الهرجة؟ وإيش فيك أنت؟ اسمعوا، لازم تتحركون بحذر. أول بأول. السلام عليكم. وعليكم السلام. السريع. هذه اللوحة ضبطتها يا أبو عمر. كفو. حلو، يعني الحين يمدينا نمشي بالسيارة وما حد يصيدنا. إيه بس مثل ما قلت لكم، ما حد يسوي أي شيء إلا بأمري، مفهوم؟ مفهوم. من وين أخذتهم؟ من بيتهم. من بيتهم؟ أنا متأكد إنهم ساقوا عليك. ها دلني وين المكان بس. خلاص يا عامر ما لها داعي، الضابط جاء وخذ المعلومات كاملة، قال نتصل عليك بعدين. إيه ما يخالف، بس أنا بساعدهم. كيف تساعدهم يا عامر؟ يا أخوي بساعدهم، يمكن نلقى معلومة نلقى شيء. خلاص رح سيدة اللفة مو بذي الثانية، رح يسار. الله يا ابن الحلال، مطلعنا في ذا القوايل، مسوي تكشف ذا العصابة. ايه بكشفه، وانا عرفت اللعبة اللي لعبوها عليك. وشي؟ اسمع، هم حطوا لك الطلب باللوكيشن هنا وجوك من الجهة ذي، وبكذا لما ركبوا معك انت اللي حست، ما تدري هم جو منا ولا منا. صراحة كلامك منطقي، بس وش نسوي؟ انا اعلمك، نروح لشركة سريع وناخذ بيانات العميل وبكذا نصيده. الله يستر من افلامك ولقافتك يا عامر. يا حبيبي وش افلام؟ هذا حسمني وانا بوريك، اذا ما طلعتهم ما اكون عامر. امشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن توصلنا على نهاية الشارع يا اخوي؟ لا 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 لا، انا ما اوصل احدا، خاصة انتم الاثنين، انا عارف نواياكم، انتم بتسرقوني زي ما سرقتوا ياسر. ياوا السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو سمحت نبي معلومات عن اخر عميل طلع مع ياسر، لو اعتبرك 3 3 6. ما أقدر أعطي معلومات إلا للجهات الرسمية. بس الله يطول عمرك، هذه سيارتي ويحق لي أعرف. عطني إثباتي. الصراحة إثباتي من ضمن المسروقات، بس معي صورة. أعطيني الصورة اللي معك. طيب استريح هناك شوي لين أخلص وبرجع لك. يلا. هاي يا ياسر، ما قلت لك بفكك من ملابسات القضية وأوصلك العصابة؟ هذا لهم. تفضلوا. الحين أنتوا قاعدين تقومون في عمل الشرطة وتعرضون أنفسكم للخطر، ليش؟ أبد طال عمرك، حبينا نساعدكم. بتعطلنا أنت ما تساعدنا. إحنا أخطينا الله يطول عمرك وإن شاء الله ما تتكرر. عموما سيارة ياسر استقبلوا فيها طلب لعميل من برنامج سريع وسرقوه. سرقوه؟ إيه سرقوه، لكن احنا ان شاء الله بنتخذ كافة الاجراءات ونجيبهم. بس انتبهوا يا شباب، لا تقوموا في عمل الشرطة وتقدرون تمشون حفاظا على مصلحتكم ترى وعلى سلامتكم. ابشر.
ابشر الله يطول عمرك. امشي يا عامر، خلاص فكنا من ذول اللي زرفونا، والشرطة تعرف تجيبهم. يا ابوي خلاص لا يكثر، نبي نروح للاتصالات نطلع لك شريحة. وش استفيد من ذا الشريحة ما دام ما معي جوال؟ يا ابوي نطلع لك شريحة وبعدين ندبر الجوال، خلنا نعرف نتواصل مع بعض. يعطيك العافية، شكرا على الهدية، ما قصرت. بس كيف هديتي؟ يا اخي اشغلت انا 20 مرة تقول له هديتي هديتي. اقول افتح لي كلاود بس. هذا حاول يدخل كلاود وسوت له رفض، والآن اطلبه لي مرة ثانية. اقبل، هذه فرصة لنا. أبشر يا عيال، فتح الموقع. أم عاد ممتاز، هذه أهم خيوط القضية، ادخل شوف جهازك وين. شوفون الموقع فيه برحة شكله. مشينا. وين للشرطة؟ لا للموقع. امشي يلا. المنطقة هذه الموقع يقول لنا في المنطقة ذي. هذا هو. ولا حركة. قوم 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 قوم، أغراضك أغراضك. ما عندنا ذا جوال هدية. فات بالهدية بالهم. طلع أغراضك. ما مع شيء. طلع أغراضك أحسن لك. أخلص عدني. ما مع شيء. أقعد أقعد أقعد. سم وجهك هناك، وجهك هناك. أبشر وجهك هناك. أقول وش دخل مدرسة؟ أنتم ما تفهمون؟ كم مرة قلت لكم لا تقومون بدورنا وتعرضون حياتكم للخطر؟ طال عمرك حنا بس حبينا نساعدكم. أحد اشتكاك؟ شوفوا، لا عاد تدخلون بعملنا، فاهمين ولا لا؟ ولا اضطريت إني أدخلكم التوقيف؟ لا التوقيف لا، الله يطول عمرك، إلا التوقيف آخر مرة والله. مصيبة يا أبو عمر مصيبة. وش اللي صار؟ السيارة المسروقة طلع فيها شريحة تتبع، والدوريات تتبع تحركاتنا. جبتوا السيارة هنا؟ لا وين؟ إننا نوقف آخر الحارة ونجي مشي. الحين تروحون تأخذون السيارة، تبعدونها عن الحارة، ترشونها ببودرة طفاية الحريق، تشغلون المكيف على الحار، تكتمون السيارة علشان تحترق السيارة ولا يبقى أي أثر البصمات. مفهوم؟ مفهوم مفهوم. نايف وعمر تروحون، وانت يا خالد تعال بيه. أبشر. ليش منادينا الله يطول عمرك؟ مسوين غلط ثاني؟ انتظروا شوي. تفضل. طال عمرك عمر ياسر موجودين الان. خلهم يدخلون. وين تحاسب نفسك انت وياه رايح؟ في نظام، في امن، في عداله تجيبك تجيبك. هذول افراد العصابه. ومسكناهم، تقدرون تاخذون اغراضهم. وإن شاء الله أنهم يلقون الجزاء اللي يستحقونه. ما شاء الله، الله يعطيكم العافية. طب وشلون مسكتوهم؟ من بداية الحالة وحنا بدأنا التحري والرصد لهم، ولولا تدخلك أنت وصاحبك هذا كان من زمان تم القبض عليهم. أطرخوا يا عيال، هذا المفطح بمناسبة رجوع سيارة ياسر والقبض على العصابة. بيض الله وجهك يا عامر، كثر الله خيرك. عفو عليك بس ما سوينا شيء، هذا أقل من واجبك. يلا سموا. إيه اصبر، ما حد يسمي الى ياسر يرجع الجوال اللي اعطيته هديه. من جدك في حد يرجع هديه؟ بزر انت.
ايوه بزر يرجع الجوال، اول جواله كان مسروق، دحين جواله رجع له يرجع حقي. هذا نظامكم، امسك يجي دحين سمه. اركب بديتك. احنا شباب.